تشيل الريسك ديزيز، يعني وقت ان الاورجانيزم ده موجود يعني في ديزيز. زي ايه؟ زي المايكرو بكتيريال تيوبركلوز. ما ينفعش يكون حد مايكرو بكتيريال تيوبركلوز مثلا اقول ده في نورمال فلورا، ده ممكن بعد كده يسبب لك ديزيز. لا، ده وقت انها موجوده يبقى في ديزيز. يبقى دي اسمها ترو باثوجين، ستريك باثوجين او كومبليكيت باثوجين. تاني حاجه اللي هي اوبورتونيستك باثوجين. يعني ايه اوبورتونيستك باثوجين؟ اللي هو بينتهز الفرص. يبقى هو موجود عادي خالص، واول ما الاميونيتي بتاعت الهوست تقل يبدا ان هو ايه؟ يسبب ديزيز. يبقى اورجانيزم ذات كوز ديزيز ان اميونو كومبرومايزد بيشنتس اونلي. يعني طول ما الاميونيتي بتاعتنا كويسه فهم موجودين كوميدسل. بس هم مش كلهم كوميدسل، كوميدسل يعني لو الاميونيتي ضعيفه او قويه ما يسببش ديزيز. اوبورتونيستك يعني الاميونيتي قوية ما بيسببش ديزيز، بس أول ما الميونيتي تقل يبدأ إن هو يدي مانيفستيشن أوف ديزيز. الميون كومبرومايز مش معناها إن أنا بقول ده الناس اللي هم ما عندهمش مناعة، كلنا بنمر بمراحل إن الميونيتي بتاعتنا تقل. مثلا بناخد فرصة أنت بقولك في ستريس، في مالنيوتريشن، في فيتامين ديفيشنسي، أي حاجة بتزيد لو جت من عليك تاني وهي بتكمل بعض. اي حاجه من دي بتسبب ايه؟ تكريس في الايميون. زي الاستاتيك موجود على طول في السكين، زي ما عملته قبل كده اللي كان فينجر برينت. يعني الفينجر برينت في كام دور؟ فقدتين الباثوجين. يعني ايه فقدتين الباثوجين؟ اورجانيزمز اسوشيتد ويز ديزيز، هاويفر they may be present in the host without resulting in infection. يعني ايه؟ يعني دي ترو بس ممكن تبقى موجوده في بعض الناس من غير ما تسبب لهم ديزيز، عشان كده اسمها فقدتين البصل. زي مثلا التايفويد، مش في ناس بيقول لك دي حامل المرض ما بيظهرش عليها الاعراض بس عندها البصل. في ناس اول ما تكتشف انفكشن تبدا تظهر عليها المانيفستيشن اوف ذا ديزيز. مهم قوي تفرق ما بين كلمه انفكشن وديزيز. انفكشن يعني الاورجانيزم موجود بس مش ما معهوش ساينز اند سيمبتومز اوف ذا ديزيز. ديزيز يعني الاورجانيزم موجود ويز ذا مانيفستيشن اللي هي ساينز اند سيمبتومز. يبقى الترو باثوجين او الستريكت باثوجين يعني موجود يبقى فيه اوبورتونيستك باثوجين موجود. طول ما الاميونيتي كويسه هو كويسه، اول ما الاميونيتي تقل يبدا يبين المانيفستيشن اوف ديزيز. فكونتريتد باثوجين هو طول بصر لكن may be present in the host without resulting in infection and sorry without resulting in disease. يعني infection موجودة بس مفيش زي مايسيريا منجيتيس. هي important cause of meningitis لكن في بعض الناس بتبقى منسل of the pharynx حوالي 5% من البيرسونز. يعني ممكن تبقى موجودة في الفارنج مش بتسبب لهم أي disease أو أي السيرب كوكس نمونيا. يعني اول ما تقوم على طول السيرب كوكس نمونيا يبقى البيرسون ده عنده نمونيا على طول. لكن هم لقوها هي الموست فريكونت كوز اوف بكتيريا نمونيا، لكن لقوها في بعض الانديفيدوالز موجوده في الفرنجيال فلورا موجوده از كومنسال باك. مايكرو اورجانيزمز ار ديفايد انتو مايكرو اورجانيزمز ذات ار بيجلي جرام ستين اند فوز ار مول. طبعا دي احنا قلناها كتير في العمل، وبرده ان شاء الله اول ما تبداوا العمل هتاخدوا ديفيشن سريع على الدفاع. قلنا ان في حاجه اسمها جرام بوزيتيف وحاجه اسمها جرام ايه؟ نيجاتيف، وحاجه ثالثه اسمها ايه؟ الاسيد فاز. اللي هي ريدي ستيند اورجانيز اللي هي بتتسبق على طول اللي هي ممكن اقول انها جرام بوزيتيف او نيجاتيف. في جرام بوزيتيف وفاي، جرام بوزيتيف بس اللار، جرام نيجاتيف وفاي، وجرام نيجاتيف باسيلاي. الكلام ده الباسيلاي دي متقسمه لثلاثه جروبس. اورجانيزم اسوشيتد ويز الانتري تراك يعني هي موجوده في الانتري تراك. اورجانيزم موجوده في الريسبيراتوري تراك. اورجانيزم فروم انيمال سورس او زوتيك باكتيريا. احنا بنقول الكلام ده كله ليه؟ عشان الناس السيبك ده نقسمه في دماغنا على قد الجدول اللي انا هوريهولكم ده.
جاهز. هناخد في ايه؟ الامبورتنت كاركتر. الامبورتنت كاركتر يعني ايه؟ يعني هل هو ده كوباي ولا بسنتاي؟ جرام بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هل هو ايروبيك ولا انيروبيك؟ الكالتشر بتاعته ايه؟ كده. نقول منشن فور امبورتنت كاركتر لاي مثلا اورجانيزم ستاك او سيركت او اي حاجه. يبقى كل اورجانيزم عرفوا كده ان انت تاخد امبورتنت كاركتر. المونوس ترانسميشن بتاعه بيتنقل ازاي؟ هل هو ريليتد للالمنتري تراك ده هيتنقل ايه؟ في كوره. ريليتد للريسبيراتوري تراك يبقى ايه؟ كوره. مثلا زونوتك من زونوتك ديزيز هيتنقل ان انا لما اكل ايه؟ الانفكتد مين او ايه او اي حاجه من دي. هتيجوا هناخدهم كمان بارتيشنز كده من اسم بارتيشنز. هتقول حاجات ريجيد سيت وول المال اورجانيزمز كلها قسمناها 3 من دي. Thank you.
الجرام نيجاتيف بقى اللي هناخد فيها وقت طويل، احنا فاكرين لما قلنا الجرام نيجاتيف ريليتد للريسبيراتوري تراك او ريليتد للالمنتري تراك او ريليتد للكوبايه، طبعا مش هناخد منها غير المايسيريا اللي هي مايسيريا جونوريا ومايسيريا كونجكتيفيتس جونوريا ومنجايتس. اللي هي الباسيلاي بقى يا اما في الريسبيراتوري الهيموفيلس والكوريديا والليجونيلا او زونوتيك البروسيلا والفرانسيليا والباستيريا واليرسينيا او في الالمنتري تراك الايكولاي بقى بكل انواعها والسيريتيا والكليبسيلا والسالمونيلا والشيجيلا والبروتوس. الايكولاي اسرع وهدف ببساطه نيجاتيف واسيد بوزيتيف.
في الترم الأول وهتشوفوها تاني برضه في الترم الثاني.
ممكن كده يجيبه في العمل ايدنتيفاي ذا كومن اورجانيزم اند ميجر مثلا الكومن ديزيز كوست باي. يبقى ده ايه؟ السبيل البخار ده جراب باي ممكن نعيد في السب اورسي. السب اورسي ويش فروم اذر ايه؟ قلنا بالسؤال ايه؟ كمان انها وقلنا الهيموليسيس انها بتعمل فيه الهيموليسيس وفيرمنت الماجيكول. فيرمنت الماجيكول اللي هو على الماجيكول صوت اجار لها امبورتنت سيلوود كومبوننت وانتجين. اول حاجه اللي هو بروتين ايه؟ ده موجود في السيل وول ان هو بيبايند الاف سي بورشن اوف الاميونوجلوبولين اند بريفنت بايندنج اوف الكوبولين. It is used in certain tests in clinical lab because it binds the immunoglobulin G and form antigen antibody complex. طبعا مش مظبوط. يعني ايه؟ مش احنا خدنا قبل كده ان الانتيبودي لوك اللي هو نيو شيب ودي ال اف سي بورشن والفاريا بورشن. الاف سي بورشن ده البروتين ايه؟ بتاع الاستاذ بيمسك فيه. الاف سي بورشن دي في السيل او في الكومبلكس. ليه هو فيرمنت فاكتور؟ لان لما بيمسك الفاريبل بورشن او الانتجن بايندنج بورشن في البكتيريا، البكتيريا كده البروتين ايه على طول ماسك في الاف سي بورشن، فما بيخليش يعمل كومبلكس اكتيفيشن. الكومبلكس ما تقدرش تعملها لايس. ما بتشوفهاش. يبقى ده البيرمنت فاكتور. طيب في المعمل بستفيد بيها ازاي؟ لما هو لو انا عندي ستاف انفكشن في عينه السيرم ده بحط عليها الميونوجلوبولين جي ده فيها هيمسكوا يعملوا كلاس، فبلاقي العينه بدل ما بقت سيرم كده فيبقى فيها ايه حته كلاس. عارفين زي ما باجي اعمل بلاد جروب بالظبط، مش لما اجي اعمل لو هو عينه دي مثلا وحاطين اسي ايه مش بلاقيها موجنس ما فيهاش اي نقط. لما بقى لو انا حطيت لو هو بي وانا حطيت انت بي بلاقي كلامبنج كده، بس ما بدل ما هي بس بيبقى كلامبنج في السيرم عادي باين مش على هيئه بلاط، مش البلاط اللي هي العصبات كلامبنج. فاهمينها؟ عايزه تاني؟ يبقى البروتين ايه ده؟ اللي موجود في السيل وور بتاع الاستاذ لوك اثنين امبورتنس. اهميته الاولى ان هو بيمسك الاف سي بورشن قلنا الواي شيب اهو الاف سي بورشن اللي هي بتاعت الاكتيفيشن اوف كومبلمنت، فلما بيمسك فيها الكومبلمنت مش هيحصل لها اكتيفيشن فمش هتعمل لايسنس للستات. يبقى اول حاجه اهميه للبروتين ايه؟ ان هو بينهبت الكومبلمنت اكتيفيشن فيرمنت فاكتور. طيب البروتين ايه اللي موجود على الستاف ده؟ ممكن استخدمه ان انا اكشف ان في ستاف ولا لا في عينه الزوم دي؟ اه لو انا حطيت الاميونوجلوبولين جي يبقى في اللاب في الكلينيكال لاب بستخدمه ان سيرتن تيست في بعض الاختبارات، لان هو بيبايند الاميونوجلوبولين جي ويكون لي انتيجين انتي بودي كومبليت او كوابليت، يعني بيعمل كلامب كده فبشوف يبقى ده بوزيتيف. هتشوفوا اكزامبل للاكتيفيشن تيست وهتشوفوا الاثنين اكتيفيشن، هتشوفوا الحاجات دي في العمل ان شاء الله. ايه هي اهمية البروتين ايه؟ يمنع يمنع كومبلمنت اكتيفيشن. تاني حاجة يوز ان الكلينيكال لاب ان هو بيعمل ايه؟ اجريفيشن. تاني حاجة اللي هي الفوليك اسيد زي ما احنا خدنا في الترم الاول. الفوليك اسيد ده بيعمل ايه؟ بيدير الانترم اوف ستاك في النيوكوزا ستاك. الانتي بودي تو فوليك اسيد ديفلوب ان سيرتن ستيت انفيشن زي حالات الانفيكولا. يبقى برضه الفوليك اسيد ده اهميه ايه؟ اهميه البصمه ان هو بيرمنت ستيت بيساعد ان هي تمسك السيل في النيكوزا سيرفيس. وبرضه لو انا شفت هل في انتي بودي للفوليك اسيد عند البيشنت ولا لا، يبقى عنده ستيت انفيكشن او ستيت انفيكولايتس ولا لا. مفهوم؟ يبقى ايه هي الامبورتنت انتيجنز اللي موجوده في الاستاد؟ بروتين ايه وفوليك اسيد؟ ايه اهميتهم؟ بروتين ايه؟ ان هي بتكومبلمنت اكتيفيشن واقدر اكيد الاستاد موجوده ولا لا ان هو بيعمل اكتيفيشن. لو حطيت
بسرعة. اللي بيعطس على الحاجات اللي مثلا يمسح مناخيره ويحط ايده على كده، هي مين بتبقى موجودة في النوز؟ الحاجات اللي بيبقى فيها بقى خرجين. ايه بقى ال disease production is favored by ايه؟ يعني بيتنقل ازاي؟ دايركت كونتاكت. دايركت كونتاكت بيصير في كونتامينيتد انفايرمنت. مثلا فاميلي ممبر مش باي، واحد عنده باي مثلا ويبرشها ويمسك وشها مثلا او ايده او اي حاجه. ماشي؟ يبقى ايه هي المود اوف ترانسميشن اوف سيت؟ دايركت كونتاكت. لو انا عايز اكتب كلمه واحده. المود اوف ترانسميشن اوف سيت، اي نوع من السيت دايركت كونتاكت. هتدخل الهارت دايركت عن طريق الكاسيتر. هتدخل بالانترافينوس كاسيتر للبلاد. هندخل للبون بدايركت. بيدي ايه مثلا؟ وعم جاي خابط بيديها حته فيها بون وخابط في البون. كتير الميديكال انسلت بتبقى كتير، مش موجود في المستشفيات كتير فعلا. يبقى المود ترانسميشن اوف ستات هو الدايركت كونتاكت. طبعا مش كومبرمايز اميون سيستم، يعني استفدت بالجريتس ما بتعملش خالص، لكن لو الاميونيتي قليله هتسبب ايه؟ على طول مالتيبل الباثوجينز بتاعتها. الاستات بتعمل الديزيز ازاي؟ باي برودوسينج توكسين اند مالتيبلاينج انتيشن كوزنج انفلاميشن. يبقى هي بتعمل الديزيز بحاجتين، بالمالتيبلكيشن بتاعتها جوه الفيش انها بتتكاثر وتسبب انفلاميشن، وانها بتريليز توكسينز. The typical lesion of stat cores is abscess. لما بلاقي ابسس على طول اول حاجه بفكر فيها هي الايه؟ سبيل المفضل انفكشن. عشان كده اي انتبيوتك يعني غالبا بينفع معايا. ابسس اندر بوث سنترال نوزس اند يوجوالي درين اوت سايد، تلاقي مثلا شكل كرامبلز او بوينتس. بفكر اتس ميد منين؟ فاير دروب ستريت ادول. طبعا ده في حالات الايميون قليل. هوريك شكل برضه several important toxins to enzyme. ايه هي التوكسينز والانزيمز اللي بتتفرز في الستات اوريس؟ اول حاجه الجينوتوكسين، ده سؤال مهم. ولا منشن توكسينز اند انزيمز برودوسد باي ستات اوريس. يبقى كل انزيم او توكسين بيعمل ايه؟ يبقى نص درجه على الاسم ونص درجه على ان هو بيعمل ايه؟ زي مثلا السؤال بتاع المود اوف اكشن او الميكانيزم اوف اكشن. كلهم قلنا الاكتيفيشن بتاع الدراج. طب الدراج نفسه بيعمل ايه بقى؟ الميكانيزم اوف اكشن بتاعه. طب ادي سؤال عشان بعد كده لما يكون في سؤال يقول الميكانيزم اوف اكشن اوف اني دراج او الدراج بيعمل ايه؟ مش بيحصل له اكتيفيشن ازاي؟ يعني ما شاء الله بيحصل له اكتيفيشن ازاي مبسوطه بيهم جدا. ستوب نو. طب هو بيعمل ايه؟ ما قلتوش ده في زيرو. يبقى لما يكون في سؤال ايه الميكانيزم اوف اكشن اوف ايه؟ يعني مثلا طب هو دي انتي؟ لا لا مش دي ولا حاجه. يعني ميكانيزم اكشن يعني هو بيعمل ايه؟ كنت رحتي تايتانيك انا هبقى ان شاء الله مش هيحصل له اكتيفيشن ازاي؟ هو اكتيفيشن لو بعدين ميكانيزم اكشن يعني هو بيشتغل ازاي؟ الدكتور بيشتغل ازاي؟ طيب بيشتغل ازاي؟ هو خلاص بقى عمل ايه بقى؟ هو انت بتستخدمه كدراج ايه؟ انا بقى راجع معاكم المود الاكثر بتاعت عايزين تراجع المود الاكثر؟ كيف كنت سقطتين قبل كده؟ كيف كنت خلاص برضه نفس الحكايه في الانزايم لما اقول الانزايم بتاعك بيشتغل ازاي هتقول لي الاكتيفيشن بتاعه ازاي؟ مش عارف انا جزء قديم على يعني توكسيك بيشتغل على الجي او الانتريكتيفاك.
يبقى أول حاجة introduction يبقى مسافر عمري مصيري. ثاني حاجة toxic shock syndrome toxic. يعني toxic بيسبب toxic shock syndrome. يعني بيشتغل على كذا حاجة في الجسم. فده اسمه super antigen. super antigen. super antigen يعني ايه super antigen؟ يعني بيعمل activation لكذا حاجة. causes toxic shock ان هو بيعمل stimulate the release of large amount of interleukin 1 and interleukin 2. اكسبوليتين اللي هو بيسبب سكين سكين سندروم بيعمل اكسبوليشن اللي هي سكين سكين يعني سكين كده زي عليه شوك كده ده اللي بيسببها الاكسبوليتين ده برضو سوبر انتيجن يبقى اتنين من السوبر انتيجن هو توكسيك شوك سندروم وسكين سكين ايه اسكيل سكين سوبر انتيجن ليوكوسيدينز يعني ايه توكسين بتسبب الديس بتاع الوايت بلاد سيلز ليوكوسيدينز يعني توكسين بتكيل الليوكوسايت ممكن تسبب نكروزس للتيشو ان فيتو يعني جوه الجسم احنا مهم الالفا توكسين يبقى اهم واحد في ليوكوسيدينز الالفا توكسين بيسبب ماركت نكروزس في السكين بيسبب هيموليسيس ان هو بيعمل فول ستيل ميمبرين لما يعمل تاني دبل كومبلكس يعني كل السيل ميمبرين هيعمل لايسس ساكن بعد السكين او في الوايت بلاد سيلز او الريد بلاد سيلز الانزيمز او التوكسينز عندنا في الستاك توكسينز هما سيتوتوكسينز توكسيك شوك سيندروم توكسين اكسبوليتين ويوكوسيدين توكسين septic infection مش اي اساس
اي مثلا نقطه كده كده يبقى ساء، لا اللي انت مشكوك في المستشفيات بقى، زي مثلا حته كده امر فيها كده نقطه بيضاء فيها حواليها الاسمير يعني لازم تحت المايكروسكوب
لما عملناها كلشر بقى على العادي على الابار بقى يقوم بنيله كولونيز. الكولونيز لونها ده هتشوفوها برضه ان شاء الله. تعمل على الابار تعمل فيها الكولونيز والبايوكيميكال هي كوالوجينيز بوزيتيف وايه؟ البايوكيميكال ليست بتاعتنا اللي احنا عارفينها في اول حاجه كده اللي هي بوزيتيف. تاني حاجه كوالوجينيز بوزيتيف. بنعمل ميديا عشان اعرف ان انا كويس مديتهم صوت ابار بس لا ما مديتوش صوت ابار فبرضه هيطلع الكولونيز. الديفرنشال ميديا اللي انتوا هتاخدوها ان انا مثلا عايز اعرف دي ستاك ولا لا فبعمل بحطها في ميديا بتنمي الاذر اورجانيزم لو في ستاك بتحصل لها جروث عليه. طيب هما الكواليز نيجاتيف اللي هما ستاك انترميديس وستاك سب اورجانيزم مع بعض ازاي؟ بانتي بايوتيك برافو عليك بحطهم اللي هما الاثنين بيدوني وايت كولونيز والاثنين نارمن وليتد دي ار ديستنجويش بفرقهم باي فيلد اكشن انتي بايوتيك اللي هو نومو مايسين. الاستاف الفيتامينز هتبقى سنسيتيف والاستاف سابروفيتيكاس بتبقى ريزيستنت. يبقى انا دلوقتي بعمل سكين استاف انفكشن اول حاجه مايكروسكوبيك اكزامينشن بلاقي جرام بوزيتيف وقاع دي كلاس كالشر بلوك يلاقي في تكامونس يا مش هلاقي. أنا جاي أعملهم الاثنين كاتاليست تيست هيطلع لي بوزيتيف وبوزيتيف. أعمل كوالجوليز تيست هيطلع لي بوزيتيف في حالة الاستاك كورس ونيجاتيف في الإبيدرميتس والسابروفيتس. طيب أفرق الإبيدرميتس والسابروفيتس إزاي؟ بحط النوت بايوسين ديت هتبقى انهبيتد ديت مش انهبيتد. ما في ناس تبقى عامله اصل خلي بالك مش كل اللي يجي يعمل سمير وسواد هيطلع له براد لاين. يعني انا ممكن ابقى عماله وانا بعمل السلايد عماله اسكت الاورجانيز فباقي انا بشوف جرام بوزيتيف وقاع. واحد اكسبرت ممكن يبقى يبقى سناب براد لاين وتشين. واحد بقى لسه بادئ هيلاقي جرام بوزيتيف وقاع وخلاص. كده كده بنعمل كده. طبعا مفيش يوسفول سيرولوجيكال او سكين تيست في الاستاذ. في مشكله لغايه دلوقتي فاهمين؟ حاجه مش فاهمينها؟ التريتمنت مور ذان 80% في الاستاذ تبقى ريزيستنت للاستاذ الجي. اغلبهم بيفرز البيتا لاكتاميز under the control of transmissible plasmid يبقى في ستاف انفكشن ما بديش بنسلم جي. دي ار كريتد ويز نافاسيلين وي توكسيسيلين او بيتالوجين او فانكومايز. بس لقوا بعد فتره اللي بدات تظهر ريزيستنت للسرين. دايما بتسمعوا كده في التلفزيون ايه مارسا المارسا مارسا يعني ايه؟ السيلين ريزيستنت لستاف كورس فرصة يعني تسير الريزيستنت ستاب فورس. دول بيتعالجوا ايه؟ دي بتتعالج بالبانكو مايس. يبقى تريتمنت لما اجي اقول تريتمنت اوف ستاب لو جبت لكم مثلا ترو اور فولس وقلت ستاب فورس ار تريتد باي بنسلين جي. غلط. كانوت بي تريتد بنسلين جي بيكوز لونج. زي سكريت البيتا لاكتامين. تعالجها ايه؟ اوكسيسيلين كوفالنت فورين او بيتا سيلين او فانكومايز. بعد فتره لقوا في المارسا اللي هي ريزيستنت للبيتا سيلين والاورثا اللي هي ريزيستنت للاوكسيسيلين. عالجوهم بالفانكومايز. بعد كده طلعت المارسا اللي هي ايه؟ ريزيستنت للفانكومايز. ريزيستنت للفانكومايز بقى بداوا هم يعالجوها في الهيتوزومين. الهيتوزومين ده هو اكتر حاجه بتستخدم في علاج البرزة. في بعد كده بيعملوا درينج. طبعا لازم اهم حاجه يكون في درينج للابسس. طول ما انا بدي انت والابسس موجود الايفكت بتاعه بيبقى ضعيف لازم اهم حاجه ان احنا نعمل درينج اللي هو غالبا بيبقى سيرجيكال درينج. دي
بس. سبب ديرميتس بتبقى هايلي انتيبيوتكس بتتعامل بيه الامينو بايبتايد والاسنشال بايبتايد بتتعامل بالكيميلو. كفايه يعني كفايه. عشان ده يست.